يخط شرب طارق ابن مدينة السوقاراس بأنامله مختلف الأسطح والواجهات بخط عربي جميل يبهج الناظرين. صقل موهبته على مر السنين فأبدع، شارك في معارض كثيرة ما أكسبه خبرة ودراية كبيرة بفن الخطاطة. هوايتي هي الرسم والزخرفة، الكتابة بالخط العربي على جميع المحامل، الزجاج وخشب والنحاس. اندمجت في المجال هذا وانخرطت في غرفة الصناعة التقليدية، طورت العمل نتاعي بالمشاركة في عدة معارض وعندي والاحتكاك بحرفيين استفادة منهم. الخط العربي والزخرفة الإسلامية فن متقن يسقل بالصبر والمثابرة، وهو ما يتمنى طارق تلقينه للأجيال القادمة حتى تتم المحافظة على هذه الحرفة في ظل التطور التكنولوجي المتزايد. أنا بالنسبة للمجال نتاعي في الخط العربي قليل اللي يحبوا يتعلموا الخط العربي، لأنه الخط العربي هواية وتلقي صعوبات باش يتعلموها الخط العربي. الحرفي أصلا ما يطلب والو، يطلب التسويق، أنه كي يخدم كاين العصام يخدمها يكتسبها كهواية، وكاين حرفيين أخرين لقمة العيش نتاعو. الحرفي إذا كان يستعمل هذه الحرفة كلقمة عيش لازم له تسويق. يواجه الشاب طارق كغيره من الحرفيين مشكلة تسويق منتجاته، ويتمنى إيجاد حلول لتسويق منتجات الحرفيين التي يتخذها بعضهم مصدر قوت يومي، خاصة وأن نقص التسويق يرهن استمرار الحرفيين في التمسك بهوايتهم والإبداع فيها.